مشروع اتعمل فعلا حقيقي وكان فيه مشاكل، فهنبدأ نتكلم عن المشاكل وكان فيه حلول وكان فيه دروس مستفادة. أي حاجة بتعملها بيبقى فيها مشاكل وبتبدأ تحلها. تمام. طيب الفوائد اللي عدت علينا في المشروع ده في الام اي بي، يعني ممكن تكون في فوائد عدت على الاركتكشر، عدت على الاستراكشر، ما نرجعوا بيها. الفوائد اللي عدت علينا احنا كام اي بي من المشروع دوت. تمام. احنا جات لنا فوائد كتير جدا. اول حاجه ان احنا عملنا الانتشار سيستم مظبوط وقدرنا نشوفه مرسم قدامنا وقدرنا نشوف المشاكل. تمام. يعني كان في حاجات راحت مش متكلمه، البلاننج عملناه مظبوط، الفاير بروتكشن، الالكتريكال، واهم حاجه احنا عملناها انرجي اناليسيس، وبرضه ان احنا شفنا المشاكل كلها وقدرنا نحلها اثناء التصميم مش اثناء الشغل الحقيقي. لان ساعات كتيره جدا في شغل المقاولات، انا شغال فتره في المقاولات، بعد ما تعمل الشغل تتفاجئ ان في حاجه فيها كلاش فتضطر ان انت تكسر عشان تعمل، فده بيعمل هالك. الهالك ده ساعات بيوصل ل 20%، ف 20% من تمام المشروع، فموضوع هالك ان انت بعد ما ركبت، يعني كان في مشروع بعد ما ركب الكاميرات جه يركب الشباك لقى ما فيش مكان فاضطر يكسر الكاميرات. ده حصل حقيقي مشروع في السعوديه بنزك حساب البلاد. تمام. طيب الانتجريتد ديزاين يعني ايه؟ احنا في الطريقه العاديه واحنا كنا شغالين ما كانش حد فاهم حاجه، يعني انا ككهروميكانيكا المعمار اعمل حاجه انا مش فاهمه اعمل ايه. تمام. انا مش قادر اتخيلها من المخططات، من الحاجات اللي توكاد ال2 دي اللي عاملها لي والسكاشن والبنات، انا هو عامل حاجه غريبه بس انا مش قادر اتخيلها. تمام. فكنا بنتخيلها على اخر المشروع، نعرف بقى ان هو عامل هنا مثلث، عامل هنا ظل، عامل اللي هو عامله مش قادر افهمه. انما دلوقتي بقى في ال 3 دي سهل جدا ان انا اخد سيكشن في اي مكان وافهمه عايز ايه، او اخد سيكشن في ثلاثي الابعاد وابدا افهمه عايز ايه. فده فادنا كتير جدا ان احنا بقينا فاهمين بعض، وبقى كل واحد فاهم التاني عايز ايه او بيفكر في ايه. او انا لما اصمم حاجه ابعتها له ممكن انا اقول له مثلا حاجه هو مش متخيل الارتفاع بتاعها، دلوقتي لا بقينا احنا جايبين المكان مظبوط ونحطه وهو يقدر يشوف الارتفاع بتاعها يكفي ولا ما يكفيش. التصميم بقى افضل بكتير لان احنا بدانا نعمل تصميم ونكتشف المشاكل، يعني هنا مثلا في كلاش موجود فبقينا نشوف كذا حل للمشكله واحنا شغالين. تمام. لما كنا بنعمل الحاجات دي بالكاد كان بياخد مننا وقت كتير جدا. الانتاجيه بتاعتنا زادت، احنا دلوقتي ما بقاش نفكر في 2 دي بس، لا احنا بقينا نفكر في حاجات ثانيه، وبقينا نعمل الجي اس ده عامل زي الليد بس خاص بدوله قطر. تمام. بقينا نعمل سكاشن ثلاثيه الابعاد ما كانش موجود، بقينا نعمل كل دبليو سي بنعمل له سكشن ثلاثيه الابعاد بحيث الواحد يتخيل الحاجه اتعملت ازاي، لما يكون في حته اي حته فيها مشكله بناخد فيها سكاشن بثواني، واي تعديل كان بيحصل على السكشن. الكولابريشن بقى افضل بكتير بقى مع المعماري والانشائي، ما بياخدش وقت خالص، فبقى الموضوع اسهل بكتير جدا ان انا اي مشكله تحصل اقول له لا ده خلي بالك في تعديلات احنا محتاجينها. موضوع الدوكيومنتيشن مش هياخد منها وقت خالص زي ما انتوا عارفين، السكادول اصلا بيتحط في التمبليت قبل ما ابدا شغل. تمام. يعني السكادول بتاع الشركه ده خاص بالشركه اللي احنا شغالين فيها، محطوط بنفس الصيغه ديت والتمبليت فاضي، كل ما بيرسم حاجه هو بيتحط، فده وفر علينا وقت كتير جدا. الكلاش ثلاثي الابعاد بقى مفهوم فين الكلاشات في ثواني مجرد ان ادوس، يعني كان الاول باخد وقت كتير قوي عشان اعرف فين مكان الكلاش، وممكن انا احرك كلاش وده حقيقي في طرقه فيعمل لي كلاش في مكان تاني خالص وانا كنت حاطها فما مهتمش بيها وتكتشفها في الموقع. فدلوقتي لا بفضل اشتغل لحد ما نخلص من الكلاشات. بقينا نعمل لوك ثرو، ببقى ماشي ببعت مثلا ده في بلانك خارج هنا ده ما ينفعش دوت، بقينا بنعدل من خلال لوك ثرو. تمام. وفي برنامج اسمه انسكيت ده كويس جدا، يعني لوك ثرو في الريفت ضعيف شويه فده ظبط الشيء. انسكيت ده عباره عن بلجن جوه الريفت، بلجن جوه الريفت. تمام. بيدي شكل اللي كويس. تمام. الفور دي، الفور دي عباره ان انا بضيف بعض الزمن، فلو شايف حاجه انت بتعملها. تمام. ميزتها ايه؟ ميزتها ان ممكن يكون في حاجه تتركب قبل حاجه ثانيه. تمام. يعني في مكنه كبيره تدخل الغرفه اللي احنا فيها ديت بس الباب صغير، يبقى انا ادخل المكن الاول وبعد كده اعمل باب اشوف ايه الاولويات بتاعه العمليات بتاعتي. الموضوع الحصر، موضوع الحصر ده كويس جدا، يعني من ضمن الاهميه بتاعته هو بيحصل لدرجه كبيره جدا، يعني ممكن اقول له ايه انا عايز الماسوره ديت وثمنها كذا وتكلفه تركيبها كذا وتكلفه العامل هيجي يركب لو انا جبت حاجه من بره. تمام. هيكلفنا قد ايه؟ فده اللي خلانا نفوز بالمشروع، ان احنا قبل ما ندخل نحاول ناخد المشروع في كذا شركه بينافسونا، بس احنا عرفنا المشروع ده هيكلف كام بالظبط، فقدرنا نفترض المبلغ اللي كويس واللي حقق لنا ربح. تمام. في شركات ثانيه مش قادره ففرض سعر عالي جدا، في شركات حاطط سعر رخيص ممكن يخسروا المشروع.
عملنا لايت اناليسيس بالمشروع دي من ضمن الاستفادات اللي فادناها فعلا في المشروع.